هو اجتماع برئيس مجلس النواب لإيجاد مخرج للأزمة. اتحاد الشغل يتهم الحكومة بقطع الحوار معه رغم رفضه ميزانية الدولة للعام القادم. هو حذر في بيان شديد اللهجة من أن مشروع الميزانية بما احتواه من إجراءات مجحفة تمس بالأجراء يهدد الاستقرار الاجتماعي. غير راضين على بعض المقترحات التي ما تم اعتمادها لإعداد ميزانية 2017 وخاصة في جانبها الاجتماعي، سواء كان في علاقة بقانون مراجعة قانون الضريبة أو أيضا بتأخير الزيادات إلى سنة 2019. حوار سيتواصل بين الاتحاد وبين مع الحكومة لإيجاد الحلول المناسبة للمواضيع الاجتماعية اللي هي مطروحة. احنا في مرحلة اليوم تتطلب منا تضافر الجهود وتتطلب منا التضامن المستمر بين جميع الفئات الاجتماعية. الحكومة التي وجدت نفسها في صدام مع أكبر مركزية نقابية في البلاد سارعت إلى استدعاء الأمين العام لاتحاد الشغل إلى الحوار للحد من حالة التصعيد، فالإجراءات الموجعة في قانون المالية الجديد ضرورية تقول الحكومة لحل الأزمة المالية الخانقة. ليس من مصلحة الحكومة أنه تزيد تفاقم الأمور، لأنه اتحاد الشغل كما نعرفه بإمكانه أن يوقف الإنتاج والإنتاجية، هذا أمر صار قبل وممكن يتعاود. بالتالي من مصلحة الحكومة أنها تزيد تشاور مع الاتحاد العام التونسي للشغل قبل المصادقة الميزانية في 15 ديسمبر إيجاد حل بالنسبة يرضي للجميع. ويعترض اتحاد الشغل على تجميد الزيادة في أجور الموظفين في القطاع العام خلال العامين القادمين. أما الحكومة فتعتبر أن إيقاف الزيادة والانتداب في الوظيفة العمومية شرين لا بد منهما للحد من كتلة الأجور المرتفعة. هو أول اختبار حقيقي للحكومة، أزمة مع الاتحاد العام التونسي للشغل قد تهدد السلم الاجتماعي بحسب المراقبين، وحتى عرض الميزانية على التصويت في البرلمان يتطلع الجميع إلى إذابة الجليد بين الطرفين. فتح الفلحي، قناة ميديان تي في، تونس.